كل الاتحادات، والمفروض انها يعني قدوه لكل الاتحادات الرياضيه، قدوه لكل الجمعيات العموميه ورؤساء الانديه. المفروض انهم الصفوه اللي بيتم اختيارهم من قبل هذه الاتحادات عشان يمثلوا هذه اللجنه الاولمبيه. مستشار خالد زين ارتبط اسمه بالعديد من الازمات، اخرها المهندس عمرو السعيد، وكمان عنده كلام كتير اكيد هنسمعه وهنتكلم فيه مع الاستاذ ايمن بدره. خلينا نروح للاستاذ مجدي المتناوي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، عشان نشوف قصه باسم علي، وهل انتهت الامور بعدما تنازل نادي الزمالك عن شكوى المقدمه. استاذ مجدي اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ علاء، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين جميعا. فندم اهلا بيك. اشكرك وسامحك. طيب ولسامح حضرتك يا فندم، طمنا على مشكلة باسم علي يا أستاذ مجدي. كان هي مطروحة كما هي، يعني ما فيش مشكلة، واللجنة كانت خدت قرار بناء على شكوى نادي الزمالك. اللجنة كانت خدت قرار بإيقاف اللاعب شهر، اللي هو يعتبر شهر أكتوبر كاملا، وغرامة حوالي 77,000 جنيه، وتم توقيع العقوبة واختار النادي الأهلي بالعقوبة. وإلى هذا ما فيش جديد يا فندم. لكن ما فيش، هل القرار كان فيه عقوبة ويقال ان في جواب او خطاب وصل للنادي الاهلي بيقول ان العقوبة خلاص رفعت عن باسم علي بعد تنازل نادي الزمالك، وده كان خبر هو فندم اللي نشر الخبر ده احد المواقع تعود على الفبركة كده يعني. فدي فبركة من ضمن الفبركات، يمكن انا قلتها لما اتسالت فيها قلت لي فبركة يعني موقع مش عارف، او صحفي مش عارف يقول حاجه. فما مش انه راح صدر خبر زي كده عمل بلبله. طبعا ما فيش اي جواب طلع من الاتحاد بهذا الشان نهائيا، والامور زي ما هي، ما فيش اي خبر خالص. طيب. اللاعب موقوف شهر. حتى الزمالك لما قدم جواب بتنازله عن شكواه ده لسه هيعرض على لجنه شؤون اللاعبين في الاجتماع المقبل لتحدد ماذا، هل التنازل ده ليه جديه، هل التنازل ده يخص بيه او ما يخص بيه، ده لسه من شؤون اللاعبين هتقرر هذا الشيء. اما الاتحاد الكوره بعد جواب النادي الاهلي برفع الايقاف فده خبر متفبرك مليون في الميه. طيب يعني اذا الازمه ما زالت باقيه، او العقوبه ما زالت موجوده؟ ما هي عقوبه موجوده وساريه حتى تنهي. بالظبط. اذا نادي الزمالك بالفعل تقدم بتنازل عن شكواه، ولكن لسه ما فيش قرار طلع من اتحاد الكوره بيقول كده. لان هو الخطاب بتخطب كتاب نادي الزمالك هيتعرض على لجنه شؤون اللاعبين، وهي صاحبه القرار اللي هتاخد قرار ترفع على مجلس الاداره. طيب بالنسبه لازمات او الشكاوى المقدمه للجنه شؤون اللاعبين، وحضرتك تعلم جيدا انها بقى لها فتره كبيره، ففي نوع من انواع التراكم لهذه المشكلات، وقلتوا هتشتغلوا عليها بالاقدميه. هو طبعا هو اللي حصل ان اللجنه بذلت مجهود كبير جدا، انما كان في شكاوي اللجنه ما استلمت، كان في شكاوي بقى لها سنين، وبعدين حرق مقر اتحاد الكوره، حرق اوراق شكاوي كتير وملفات كتير. فبدات اللجنه تعيد ترتيب الاوراق من اول وجديد، وبدا اللي عنده صوره شكوى معتمده بيجي يسلمها ويتعمل ملف جديد. بذلت مجهود كتير جدا في كنتوا محتاجين وقت عشان تجمعوا الداتا دي؟ طبعا انت محتاج وقت، ان انت مثلا نادي او لعيب مشتكي او وكيل، الورق ده اتحرق، طب هتجمعه ازاي؟ بتجيب صوره من اللاعب، بتجيب صوره من الوكيل الشاكي يعني، تبدا تجيب اذا كان في صوره في معتمده مختومه في الفرع في اي مكان، بتبدا تعمل الداتا دي. انما باذن الله اللجنه اتشكلت، واعتقد ان هي باذن الله في يعني في الموسم ده باذن الله هتشتغل بالادميه وهتخلص بسرعه. استاذ مجدي المتناوي بالتاكيد متابع لباعثة مصر هناك، وكان معنا المهندس حسن فريد من شويه بيقول الامور تسير على ما يرام، ولا ينقص الا تحقيق منتخبنا ان شاء الله فوز على منتخب البوتسواني. كيف ترى لقاء الغد في مستقبل منتخب مصر؟ باذن الله. يمكن كنت على اتصال انا يمكن النهارده مع المهندس احمد بجاد هناك، وطمني على حال الفريق وحال البعثة، والحمد لله يمكن كلنا تفاؤل باذن الله ان احنا بكره نكون لنا نصيب وناخد الثلاثه بونت باذن الله تعالى. اللعبة مركزة والجهاز مركز، ومفيش غير بقى ينقصنا توفيق ربنا بإذن الله في المباراة. هل مباراة الغد ليها أي علاقة ببقاء أو رحيل الجهاز الفني الحالي؟ يعني ما نسبقش لحد هذا الكلام، ما نسبقش لحد هذا الكلام، لسه عندنا قرار. أنا مستحب قرار أقول كلمة منفرد باقي أو غير باقي، ده حضرتك بيتعرض في مجلس إدارة، إنما نتفائل خير بإذن الله، ونقول إن هم بإذن الله الجهاز باق ووصلنا الكسر. شكرا جزيلا استاذ مجدي المتناوي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، على توضيح مشكله باسم علي، او مش مشكله باسم علي، خلاص في عقوبه موقعه عليه ايقاف شهر.